أعلنت سلطات ولاية درعا التأثير أن عدد قتلى حادثة انقلاب حافلة لنقل المسافرين بواد الدرمش الأحد الماضي بجماعة الخنك في إقليم الرشيدية صبيحة الأحد الماضي، قد ارتفع من 19 إلى 24 بعدما عثرت فرق الإنقاذ على 5 جثث أخرى اليوم الجمعة بمياه سد الحسن الداخل، وما زالت فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين آخرين محتملين بعدما تم العثور على 24 جثة وإنقاذ 30 شخصا، رغم أن مساعد سائق الحافلة أكد في تصريح لأحد المنابر الإعلامية أن الحافلة كان على متنها 49 شخصا بالإضافة إلى السائق ومساعده. وعن هذه الحصيلة الجديدة التي تجاوزت الرقم المصرح به من طرف مساعد الحافلة، قال مصدر مسؤول: هناك احتمال أن الحافلة كانت تقل عددا كبيرا من المواطنين وتجاوزت العدد المسموح به قانونيا، مشيرا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع وفق تعبيره. وكان كل من عبد الوافي لفطيط وزير الداخلية وعبد القادر إعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستي يكا والماء والجنرال دورك ورد أرمي قائد جهاز الدرك الملكي قد حلوا بمكان انقلاب الحافلة، حيث وقفوا على عملية البحث عن المفقودين التي تباشرها فرق الإنقاذ، وقاموا أيضا بزيارة تفقدية للمصابين الذين يتابعون العلاجات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف.